موضوع جدا مهم في تحتان وعدنان درجال هي استثمار الاتحادات. هسه انا اخذت اتحاد السكواش واخذت اتحاد الرمايه. تعرف اتحاد الرمايه اذا نستورد بس الصجم والطلقات مال اتحاد الرمايه هاي ملايين الدولارات حجي، وبدون ضريبه ولا قمرق، ويسمح لنا دخول اي اعتداء وسلاح. كان اكو هناك مشكله في موضوع انه هناك اتحادين وصارت مشكله، وبالتالي تي بي اي يعني ما رعى اي جهه من الجهات. في ذيك الفتره يعني تحدث مره وياي الاخ صباح، تكلم انه قال يعني احنا نريد ناخذ اتحاد الرمايه، وبعدها انه ما صار اي تواصل بيني وبينه ولا اي شيء يخص هذا الموضوع، ولا صار اي حديث بهذا الموضوع على الاطلاق. يعني اليوم انا ما شفته حقيقه كان مفاجئ لي، واعتقد حتى التوقيت. تعليلك هذا الشيء شنو؟ والله ما اعرف، انا اعتقد اليوم اكو من يريد الاساءه الى عدنان في هذه الفتره.